هيدي هي غرفة القديسة رفقة. هون كل زاوية بتخبرنا عن قصة معاناة، عن قصة عنوانها درب السما. هون رفقة تألمت كتير وحملت جروحات المسيح. هون رفقة عاشت آخر أيام من حياتها وكانت دايما متحدة بيسوع بالرغم من كل الآلام اللي عانت منها. بالوقت اللي كانت عم تتوجع قالت لها للأم الرئيسة خلوني أتألم مع المسيح. رفقة اللي اختبرت سر القداسة بحياتها ما ضعفت أبدا لأن كان دايما الصليب مصدر قوتها. كانت تغمره بقوة وتقول مع إليمك يا يسوع لتكن مشيئتك يا رب. بهالغرفة المتواضعة اللي بتشهد على إليم رفقة ما فيك إلا ما تشعر بوجود رفقة حدك، حتى إنك بتشعر بالإيمان اللي عم يرشح من حيطانها. هون تتنفس عطر القداسة اللي بيفوت على قلبك وبيرجعك إنسان جديد وأقوى من قبل. يا رفقة، يا أعظم قديسة، علمينا كيف نكون قديسين مثلك. يا رفقة، أنت مش بس قديسة، أنت أمل كل شخص عم يتألم. علمينا إنه درب القداسة ما فينا نصلى إذا ما حملنا صليبنا مثلك وإذا ما اتحدنا بيسوع المسيح.